اللهم صل وسلم على نبيكن أركم فردوس الأعلى. اللهم صل وسلم على نبيكن أركم فردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبر أتشوف يزيه برنامج تاداميان اندمن كرم أتشوف اندمن سنبت أتشوف إن شاء الله يا الله سبحانه وتعالى فقاد كهونا تكتاتا يهونو تمرتو جنجل أتشوف متشالو السو من دنو إنيانا النسو بميل رئيس مالتنو صحابوش عليهم رضوان الله ይህን ትልቅ የሆነ ወርን ትልቅ የሆነ የተከበረውን ወር ረመዳን ሊቀበሉ ሲሉ ወደ ረመዳን ሲቃረቡ ረመዳን ሊገባ በባለበት ሰዓት ምን አይነት አህዋል ነበራቸው ምን አይነት ባህሪ ነበራቸው ምን አይነት ተግባሮችን ምን አይነት ስራዎችን ይሰሩ ነበር የሚለው ነገር ነጥብ በነጥብ ያነሳን የምንከታተልበትና የምንማማርበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው ይህን ፕሮግራም ለእናንተ እንዲቀርብ ወለእናንተ እንዲደርስ فردوس يا دعوة سنتر لأن أنت ينهلو أزجاجته يا قربة يجنيال إن أنت مدرجمو أدم تأجوا تكتات لأجوا فائدة عند متاجني بتسفى أدرجالو إن دالكوا أجوا يمنا قربة ويدرجمو يمن ما مراو سل رمضان نو إن يان النا سلفوتشن إياه ودادر النو يمنا يوم على ثم إياه ودادر نسيبال إن يان النا سلفوتش صحابوتش إن الجنان يال مال سايحون تنش الله سبحانه وتعالى أنكون أجرتولن ينسون فر ينسون منجد إن دنك تلنا ينسون منجد إن دنيز بمالتنا مالتنا صحابوت عليهم رضوان الله رمضان كمم تعطوا بفير سدست ورسيك أراو دعاء ما درجي جمرالو الله سبحانه وتعالى من ماس أني جمرالو من بلو جيتاي هوي لرمضان أدرسن رمضان درسن من نسومو رمضان أجنتن بركاتون يمنك وادس بسوج أدرغن بلا الله سبحانه وتعالى يلمن اللو يماز أن اللو يهمن دنو لرمضان ينبرات جعلاتشو قوت مالتنو رمضان أغنتو باوستو خيراتو جن مكسم باوستو ملكام نگر مسرات الله سبحانه وتعالى مفلقاتشون الله سبحانه وتعالى يعززو نگر الزياوس لمسرات سدست ور سيكارو قوت نبراتشو سدست ور لغبا سيكارو الله سبحانه وتعالى يلمن اللو يمازنو نبر كزافت نبرو تن سدست وراتو جن يالفو رمضان الله انديك أبلاتشو دعا درقالو يتكارو تن سدست وراتو شدقمو الله سبحانه وتعالى لرمضان اندرساتشو دعا درقو نبر مالسنو انيانا النسون سنة استيعي انيانا النسون سنة ودادر انيا يثني اللنو انيا رمضان سيكارب رمضان سيدرس من اينات منفس نو ميسمان يدستا منفس የርካታ መንፈስ ወይስ ደግሞ የጭንቀት የመከራ ረሃብ ሊመጣ ነው ጥማት ሊመጣ ነው የዚህ አይነት ስሜት ነው ያለን ወይስ በደስታ ልንቀበለው ረመዳንም ማለት ነው ደስተኞች ሆነን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልናስደስትበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈልገው ነገር ለመስራት የኛ ዝግጅት ምን ይመስላል ከሰሃቦች ጋር ካለፉት ሰለፎች ጋር የኛ ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ራሳችንን እንድንመረምርበት ነው ይህ ታሪክ የሚነገረን እንዲህ አይነት ቅሳዎች ለኛ የሚተላለፉልን እኛና ሰሃቦች ምንና ምንን የትና የት ነው ያለነው የሚለው ነገር በደንብ አድርገራችን አጥርተን ራሳችንን አዘጋጅተን ለዚህ ለተከበረው ወር ረመዳን ራሳችንን ሬዲ እንድናረግ ራሳችንን ዝግጁ እንድናደርግ ነው የሚፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ሰሃቦች ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ስድስት ወር ሲቀረው ዱዓ ማድረግ የሚጀምሩት አላህን የሚማጸኑት ረመዳን ውስጥ ያለው ኸይር ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው ረመዳን ይዞት የሚመጣው ነገር ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው በረመዳን ውስጥ ያለው ኸይራትና በረካት በጣም ብዙ ስለሆነ ነው ያችን እንዳታመልጣቸው ይዞ የሚመጣው ኸይራቶች እንዳያልፋቸው ካሁኑ ስድስት ወር ሲቀር ዱዓ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መማጸን ይጀምራሉ አላህን ኸይራት እንዳያስወግድባቸው አላህን ኸይራት እንዳይቀማቸው አላህን ነገር እንዳይሳተፉና በዚህ ነገር ላይ እንዳይገኙ እንዳያደርጋቸው ጌታችን ሆይ ለዚህ ለተከበረው ረመዳን ወር ዱዓ አድርሰን ብለው ዱዓ ያደርጉ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ያለፈው ጊዜ አልፏል አሁን የተቀሩት ትንሽ ቀናቶች ናቸው በእነዚህ በተቀሩት ቀናቶች እኛም ዱዓ እናድርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለረመዳን ወር እንዲያደርሰን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ለተቀደሰውና ለተከበረው ወር እንዲያደርሰን አላህ እንማጸን
دعاء النادر ازيا درسن خيراتوچن دنسرا ازيا درسن ملكام نجرن الله سبحانه وتعالى اندي غطمن معناتنو بفيت اطفانو طفاتوچن يرالو بفيت يسرانه ونجي يرال بزي اماكاينت كون الله سبحانه وتعالى طفاتاچن اندي مرن ونجلاچن اندي مرلن كاحونو دعاء النادر اللهن انماصن دعاء النادر لزياچن ندرس الله سبحانه وتعالى لرمضان اندي درسن سلفوي سيرغوت اندنبرو صحابو سيماصنوت اندنبرو انيام اجاچنن زرغتن جيتاچن هوي لذي لتكبروا والرمضان ادرسن بلن الله انماصن الله انلمن الله ليوفقن يشلال الله سبحانه وتعالى رمضان ليغطمن يشلالنا كاحونو ساعات جمرو ين بروغرام كادامطاچونا كاياچو ساعات جمرو الله اندنماصن يگبال الله انلمن يگبال الله لذي لتكبروا وردرسو ين يزو يمطاون خيرات يميقادسنا يمياگين الله سبحانه وتعالى يادرغن يا رمضان بركته يتقادسوا الله سبحانه وتعالى يادرغن يزاريون بروغراماچن ازي لا يميقواچ يهونال بليلاو بروغراماچن دغمو تملسن اسكنغناين درس وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبيك النار كم فردوس الاعلى. اللهم صل وسلم على نبيك النار كم فردوس الاعلى.